السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم جرامرز؟ عاملين ايه؟ بنسمع كتير قوي كلمه اي دي اي في مجال البرمجه، لكن ناس كتير قوي برضو ما بتبقاش عارفه يعني ايه اي دي اي، مش عارفه هل ممكن تفيدهم ولا لا، هتفيدهم وما بيكودوا ولا لا، ومعلومات كتيره جدا عن الاي دي اي. في الفيديو ده باذن الله هوضح كل المعلومات عن كلمه اي دي اي ومميزاتها ايه وهل هتفيدك ولا لا. لكن قبل ما ابدا الفيديو، لو كنت اول مره تتفرج عليا ما تنساش تبص على الفيديوهات القديمه وتشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، تعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل كل الناس، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه يعني ايه اي دي اي؟ كلمه اي دي اي اختصار ليه Integrated Development Environment، وتعني بيئة التطوير المتكامل، ودي عبارة عن حزمة من البرمجيات اللي هتوفر وهتسهل عليك حاجات كتير قوي ليك انت كمبرمج. بمعنى كل بيئات التطوير المتكاملة مصممة مخصوص للمبرمجين عشان يزودوا من انتاجية المبرمج لأقصى ما يمكن، عن طريق شوية تكوينات وشوية ادوات هتسهل وتوفر عليك انت حاجات كتير قوي اثناء التطوير، او لو انت كنت بتطور حاجة او بتبرمج حاجة. على سبيل المثال، تقدر تحلل الكود باستمرار في نفس الوقت اللي انت بتحلل الكود فيه، وده هيوفر لك ملاحظات فورية لما يحصل اي ايرور او خطأ في سنتاكس الكود بتاعك، والنتيجة الاكبر اللي هتعود عليك انت كمبرمج هو تصحيح الاخطاء الموجودة في الكود بتاعك بشكل اسرع واسهل باستخدام الاي دي اي. بيئة التطوير المتكاملة بتتكون غالبا من اربع حاجات: رقم واحد، اداة تحليل النصوص البرمجية للكود المصدر. رقم 2، بناء الملفات التنفيذية اللي انت محتاجها لمشروعك. رقم 3، الكومبايلر والانتربريتر اللي هو المترجم والمفسر. رابع حاجة والأخيرة، وهي تصحيح الأخطاء، زائد برنامج تتبع للبحث عن الأخطاء والمشاكل أو ما يسمى بالمنقع اللي هو المصحح. أول ميزة معانا بعنوان سينتاكس هايلايتنج، وهي تسليط الضوء أو إبراز بناء الكود. غالبا بتبقى الميزة دي موجودة في جميع الـ IDE اللي هو زي تمييز لغوي، بمعنى بدل ما يظهر الكود كله بلون واحد بس ابيض مثلا ومش واضح، لا، الميزه دي بتلون وبتميز كل حاجه موجوده في الكود. مش واضح حالك قوي، شوف الفرق ما بين الكود ده والكود ده. الكود الاول بدون استخدام السنتاكس هايلايت، والكود الثاني باستخدام السنتاكس هايلايت. تقدر تقول ان هو الاوضح؟ اكيد الثاني، لان كل حاجه مفسره ومفهومه وكل كلمه متلونه. اظن كده واضح. تاني نقطة معانا بعنوان كود كومبليشن، وهي تكملة الكود. الميزة دي كويسة جدا وفعالة لأي مبرمج، بدل ما تقعد تكتب الكود من أول حرف لآخر حرف، لا، الميزة دي جاية لك عشان توفر عليك وقت كبير جدا. بدل ما تقعد تكتب من أول حرف لآخر حرف، أنت يا دوبك بتكتب أول حرف من الفانكشن أو أول حرف من الكود اللي أنت هتكتبه وتلاقيها مكملها لك تلقائي، هي بتكملها لوحدها. تالت ميزة موجودة في الـ IDE وهي الـ Debugging، التصحيح. من أهم مميزات الـ IDE هي تصحيح الأخطاء، عن طريق مصحح الأخطاء الذكي الموجود في الـ IDE تقدر تلاقي المشكلة أو الـ Error بسهولة، وبعد ما مصحح الأخطاء يلاقي خطأ في كود معين يحط لك تحت الكود ده زي خط بسيط بالأحمر عشان يعرفك إن في Error في السطر ده أو في الجملة دي، ولما تعمل هافر بالماوس على الكود اللي فيه خطأ تلاقيه مطلع لك اكتر من حل او منيو كده فيه اكتر من حل عشان تقدر تحل المشكله الموجوده في الكود بتاعك. اظن مفيش احلى من كده. رابع ميزه معانا وهي الكود سيرش، البحث عن الكود. الاي دي اي بتوفر دعم كبير جدا ومتقدم للبحث عن الكود. يعني مثلا لو انت عايز توصل لكود معين من وسط 5000 سطر برمجه تقدر توصل له بسهوله جدا حتى لو من وسط مليون سطر، زائد ان فيه انواع كتيره ومختلفه من واجهات المستخدم للبحث عن الكود. وبس دول اشهر مميزات الاي دي اي. في مميزات كتيره جدا، هسيب لكم اللينك بتاع المقاله بالكامل في الديسكريبشن، تقدروا تقراوا المقاله بالكامل وتعرفوا المميزات الباقيه. مميزات كتيره، لكن اللي انا قلتهم لك الاربعه والخمسه اللي انا قلتهم لك دول اشهر المميزات. وبس وصلنا لاخر فيديو بتاعنا، يا رب تكون استفدت وعرفت يعني ايه اي دي اي واستخداماته ومميزاته، وعرفت كل حاجة عن الـ IDE. ما
تنساش تسيب رايك في الكومنت وتعمل لايك وشير الفيديو عشان نوصل لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.